alright guys, اليوم بدنا نعمل image processing. حنشوف كيف بدنا نعمل averaging للimage أو smoothing effect. فأول شيء رح نعرف الimage تاعتنا اللي هي حتكون عبارة عن image matrix equals I am read coins dot ping. وهاي الimage built in في الماتلاب فمو لازم تنزلوها أو تعملوا لها download، بس بكتبوا هاي العبارة ورح يشتغل. طبعاً for the averaging filter أول إشي we define the size، يعني مثلاً بحالتنا هاي بدنا السايز يكون 3x3 matrix. بعدين الفلتر 1 حيكون عبارة عن ones multiplied by 1/9 اللي هو 1/3 square. فإحنا هون عنا matrix of ones multiplied by 1/3 square. بعدين عشان نعمل spatial correlation إيش نعمل؟ we define a new image equals im filter. هاي الفانكشن اللي حنستخدمها. أول entry بالفانكشن حيكون عبارة عن الimage matrix تاعتنا اللي هي عرفناها فوق، وتاني input رح يكون عبارة عن filter 1، وتالت input حنختار correlation أو convolution. طبعا بهاي الحالة إذا حطينا correlation أو بعدين هنا بنعمل display، نستخدم I am show pair عشان نحط أول صورة اللي هي الصورة الأساسية تاعتنا، وتاني صورة اللي هي بعد نسوينا لها correlation ونعمل لها مونتاج عشان تبين بهذا الشكل. طبعا كنت بحكي إنه لو سوينا correlation أو convolution رح تطلع نفس الشيء، لأنه convolution هي عبارة عن correlation بس 180 degrees rotation. وبحالتنا لو لاحظنا إنه عنا symmetric filter، فحتى لو سوينا لها rotation ما رح يفرق معنا، بس الفرق إنه convolution أفضل، لأنه إحنا دائما نستخدم convolution لأنه convolution في عندها خاصية الassociativity. ولما يكون عندنا خاصية الاسوسياتيفيتي، لما يكون عندنا فلترات كتار، يعني احنا مرات ما بدنا نعمل فلتر واحد على الصورة، بدنا نعمل فلتر وفلترين وثلاثة واربعة. فلما نستخدم الكونفولوشن نقدر نعمل اسوسياتيفيتي، معناها انه 1 plus 2 بتساوي 2 plus 1، يعني مش مهم الترتيب. نفس الشيء 1 multiply by 8 مثلاً equal 8 multiply by 1 ما رح تفرق. هاي بنسميها associativity. فلما يكون عندنا كتير فلترات نحتاج هاي الخاصية. أوكي، بعدين عندنا هلأ خلصنا هذا، هلأ بدنا sharpening. طبعاً أي فلتر بتكون إياه، أنا ما رح أقعد أشرح الفلتر ليش هذا بيعمل sharpening وليش هذاك بيعمل averaging، بس ممكن انتو تشوفوا على الانترنت ايش الفلتر اللي بدكم اياه. هذا مثلا هذا الفلتر بيعطينا ايدج، لو شفنا هاي الايدج تبع الصورة. في فلاتر تاني بتعطينا شاربنينج افكت، يعني نفس الصورة نفسها بس انه شاربنينج افكت. هذه بتعطينا شاربنينج انه بس الايدج تبع الصورة. فلو لاحظتوا هنا عنا 1 1 1 1، وهنا بالنص عنا -8. طبعا لو بدنا نرجع، يعني احنا هنا كنسلنا الباك جراوند وخلينا بس الاتش، لو بدنا نرجع الباك جراوند ممكن نزود الارقام اللي حوالين عشان to compensate for the minus 8. اوكي 1 2 3 4 5 6 7 8، اوكي هنا 8، هنا -8، فراح يتكنسلوا. طبعا احنا هنا we compute the dot product، بس ما علينا. المهم إنه هنا عرفنا الفلتر تبعنا، فلتر 2 عبارة عن ones matrix ما عدا اللي بالنص. عرفنا فلتر 2 خان 2.2 اللي هي بالنص بتكون عبارة عن -8. فهذا الفلتر تبعنا اللي عرفنا. انتو ممكن تختاروا أي فلتر تاني من الانترنت وتعرفوه. بعدين بنستخدم نفس السنتاكس بالأول، I am filter، بنحط أول الصورة الأساسية تاعتنا، بعدين نحط الفلتر تبعنا، بعدين نختار بدنا correlation ولا convolution. بهاي الحالة ما رح تفرق لأنه هاي matrix عنا symmetric، فحتى لو سوينا لها convolution رح تكون نفس النتيجة. أوكي، فهلأ لو عملنا run للكود، طبعا هذا هو نفسه الكود، بس هو أنا عنا
I am show pair الايمج الاولى بجانب الايمج الناتجة تبعت الكوريليشن عندنا ونستخدم المونتاج عشان نخليهم بهذا الشكل. طبعا احنا بدنا كوريليشن, نغير هاي لكوريليشن ونعمل run للكود. اوكي, هاي الصورة اللي عنا اياها. طيب هلا هون بنعمل convolution. الاشي الوحيد اللي بنغيره هو هذا جوا الفانكشن تبعت i and filter, بس زي ما حكينا ما رح تفرق النتيجة ابدا. زي ما احنا شايفين هون النتيجة نفس ما هي بالضبط. طيب هلا في عنا other smoothing filters, ممكن يكون مثلا ممكن تكون هذا الفلتر 1-2-1, 2-4-2, 1-2-1 فلتر أفضل. طبعا زي ما حكينا ما رح نحكي كيف ليش هذا الفلتر أحسن, بس هذه نوع تاني من الفلتر. هون قسمناه على 16, هذا بس نوع آخر من أنواع الفلتر بيعمل averaging. في عنا فلترات بتعمل adaptive, في الجاوشن, هذه الجاوشن تمبلت المعروفة, وفي عنا هذه الماسك, الفلتر ماسك. هو الفلتر هذا اسمه فلتر ماسك أو إيمج ماسك, عبارة عن 4x4 ولا 1 2 3 4 5, 5x5 مقسوم على 100. أوكي أوكي, سو عادي يعني, هذا بس فلتر نوع تاني. فزي ما انتم شايفين النتيجة بيعمل blurring أكتر. فهاي different types of filters. طبعا هون عنا اوكي, هاي بس other types of filters. سوري اوكي, هاي منسميها special filters for smoothing. خلينا نشوف, نعمل run لفلتر A. هذا رح, هاي نتيجة فلتر A, وخلينا نشوف فلتر B. طبعا في فرق أكيد. طيب أوكي, في عنا الايدنتيتي فلتر اللي بتكون بس واحد بالنص, يعني بدل الماينس 8 بتكون بتكون واحد والباقي كله اصفار. هاي بيسموها الايدنتيتي فلتر. وفي عندنا الايدج فلتر, في عندنا الشاربن وهيك. طيب عندنا الجاوشن سموذنج, جاوشن سموذنج, وفي لها بيلت ان فانكشن اسمها اي ام جاوش فلت أو IMGAUSSFILT. فهون بنقدر نلاقيها عندنا بالكود, الجاوشن فلتر هو بس خط واحد. هذا الإشي الحلو إنه هو بس خط واحد يعني. أوكي, الحلو بالجاوشن فلتر انه زي ما شفنا فيه هيك زي الباك جراوند صارت سودا, يعني في فروقات. طبعا هو بيغمق لانه اتس اديتيف الدوت برودكت. المهم مرات انتم بتكون مش تستخدموا البيلت ان فانكشن تبعت الاي ام جاوشن فلتر, ممكن تستخدموا هذا الفانكشن. هاي الفانكشن هاي تنص على انه الفلتر تبعنا هو 1/2 pi sigma squared multiply by e to the power of negative x square plus y square على 2 sigma squared. فاحنا كيف رح نعمل كمبيوت لهذه؟ هون عنا عرفنا الاكسبوننت تبعنا to the power of negative x square plus y square. طبعا هذه هي x square plus y square, وهي هي الماتريكس تاعتنا عشان نقدر نفهم
هذه الاكس وهذه الواي، فهذا الماسك تبعنا. طبعا دائما اللي بالنص بيكون صفر صفر، اوكي، واللي بيكون على الجوانب مثلا ماينس 2 2 حسب الحجم، 2 2 2 ماينس 2 و 2 2 ماينس 2 ماينس 2. هون بس نعمل له x سكوير y سكوير. طبعا لما نعمل سكوير ما بنهتم بالنيجاتيف، عشان هيك بالكود ما عندنا نيجاتيف. وهذا هو اللي we apply البيفاريانت جوشن. هون عندنا ال x سكوير y سكوير، بعدين مقسوم على 2 سيجما سكوير. طبعا لو قسمنا على سيجما مرتين رح يكون سيجما مضروبة في بعض زي السيجما سكوير. اوكي، طبعا كل هذا الاكسبوننت مقسوم على كل هذا الاكسبوننت، كل هذا الاي تو ذا باور اوف هذا كله مقسوم على 2 باي سيجما سكوير. 2 باي سيجما سكوير، سيجما على سيجما هي نفسها تنضرب في بعض، تطلع وتنضرب في بعض. اوكي، بعدين عنا خلص عرفنا الجاوشن فلتر according to this equation. بعدين نعمل convolving I am filter image matrix filter 3، بعدين نختار convolve. هاي نفس الفونكشن اللي استخدمناها بالأول. وهنا بنعمل I am show pair الإيمج الأولى والإيمج الناتجة، وبعدين المونتاج عشان تطلع لنا بهذا الشكل. فرح نشوف إنه النتيجة هي نفسها for sigma equals one. طبعا هي نفسها لما استخدمنا، يعني هاي، لأ هاي الإيدج، هاي الجاوشن فلتر. طيب هلأ عنا الـ unsharp masking. طيب الـ unsharp masking بينعمل بـ 3 steps. هو طريقة جديدة للـ sharpening of the image، يعني هاي هي النتيجة وهاي هي الصورة الأساسية. وهنا مش باين كتير، بس فعلياً الصورة الناتجة sharp أكتر من الصورة الأساسية. اوكي، طيب كيف عملنا sharpening للإيمج بهاي الطريقة؟ أول إشي عملنا blur للإيمج، هاي هي blur تبعت الإيمج. وعشان نعمل blur استخدمنا الجاوشن فلتر اللي عرفناه من قبل، واخترنا sigma equal 1. طبعا أنا ما حكيت هذا الإشي، هون تاني خانة بالإنبوت تبع الـ IM Gaussian filter function نختار السيجما. السيجما عنا هون 1. طيب فعنا image blur equals الـ Gaussian output تبعت الـ input, الـ input figure. فهون عنا الـ GB اللي هي الـ blur. okay. بعدين هاي هي الـ image تبعت الـ blur. بعدين منعرف إشي اسمه الإيمج ماسك اللي هو جي ام. هنا بهاي الإكويجن الجي ام اللي هو الإيمج ماسك بيكون عبارة عن الإيمج الأساسية من نقص منها الإيمج البلير. طبعا لما نعمل بلير وننقصها من الإيمج الأساسية هنلاحظ إنه حيطلع لنا أج، حيطلع لنا أج. بس ثواني. اوكي، سو هلا عندنا الايدج، الايدج تبع هاي الايمج، اوكي، قصدي سوري تبع الايمج الاساسيه اللي هي هاي. بعدين ايش بنسوي؟ هلا احنا عندنا الايدج بنضيفها على الايمج الاساسيه، بصير عندنا دبل ايدج زي كانه هيك يعني. فايش الناتجه حتكون؟ اكيد يعني حتكون شارب اكثر، فهذه هي الفكره بس. اوكي، سو جي شارب ايكوالز الايمج الاساسي زائد الماسك اللي سويناه، والماسك اللي هو عباره عن الايمج الاساسي ناقص الايمج البلير اللي هي بتعطينا الايدج. هاي هي الجي ام، بنضيفها الجي ام على الصوره الاساسيه.